الباركينج المواقف مأمنة يعني دائما نحن بلبنان هذا شيء أساسي بنسأل عنه، لأنه فرد مرة يكون في 5000 أو 6000 شخص مش هينة أنه يكون في أماكن ليوقفوا. نحن هي كل سنة بناخدها بعين الاعتبار، وبتكون المواقف قدر الإمكان أكيد مأمنة. طبيعي جهازي الحراس والشرطة مثل ما سبق وذكرت رح يكونوا موجودين على الباب، فما حدا يعطي الهم سياراتهم، كلهم بأمان وبيقدروا يصفوا لهم السيارات مطرح ما بدهم. بكل الأحوال يعني أيام صيف بيقدر الواحد يكون كول لبسه، يقدر يلبس شيء مريح اكيد لانه مهرجان صيفي اون بلانير يعني، ويصف لو شوي بعيد بيجوا ماشي الى جانب المهرجان يعني على هامش المهرجان، غير البروجرام يلي بيكون على المسرح والفنانين اللي عم بيغنوا، في كيوسكات، في قصص هيك صغيره اذا اجوا على بكير وتمشوا، يعني شو اللي مقدمينه للناس غير انه من 8 ونص بنفتتح المسرح؟ بالحقيقه نحن كمهرجان بيكون في عنا دائما مي عصير عم يتوزعوا ايضا بشكل مجاني، ولكن بالنسبه للاكل نحن ما بنوزع اكل لانه هو مهرجان مش توزيع يعني في منهم بيشتروا يعني لا حتى برا ما في كيوسك سبب لانه هو ما بيحمل لانه هي ليله فنيه وحده مدتها اربع ساعات يعني مش انه من بعد الظهر بيتمشوا، وهيدي هي جايين يحضروا حفله فنيه هي مش جايين يحضروا حفله فنيه، فما بتحمل انه يكون في عنا عشاء، لانه ان شاء الله بالسنين اللي جايه بيكون في منطور هالمهرجان بصير على عدد ايام اكبر، يمكن بصير يحمل اكثر، انما هالسنه ما بعرف اذا هي فكره وارده بالبلديه انه يكون على كذا ليله المهرجان، يمكن على كثره النشاطات اللي عنا اياهم بالبلديه، انه لان احنا على كل شهرين ثلاثه عنا نشاط بالحزمي، ان كان كريسماس باك، يعني ما بنحس انه لازم نعمل ثلاث اربع ايام ورا يعني كل مره نشاط اجتماعي نشاط ثقافي اكيد اكيد بنحب توطيد العلاقه مع ابناء البلده واللي ساكنين بالخارج، وبدنا نعمل هالمحطات الثقافيه تيجوا ونكون سوا. كيف مقسم البروجرام على المسرح؟ البروجرام منه انا بعرف ومنه بيعرفوا. على كل حال نحن موعدنا هالجمعه رح نفوت اون ديتاي اكثر، اما بالنسبه للبروجرام رح يكون بطبيعه الحال بدايه مع نشيد الحزميه يلي سبق وبسيتوه هون باوربت ونحن بنتشكركم، بالاضافه لفرقه مجد بعلبك للدبكه الشعبيه صحيح، من وراها رح بيكون بيطلع موسى يقدم وصله غنائيه، الفنانة رولا سعد مع تكريمة وتكريم الصبوحة أيضا، بالإضافة وراهم رح بيكون في عنا تكريم عدد من الوجوه الاجتماعية بالحزمية، وهون ذكرت مدام دعيبس تكريم الصبوحة أيضا، بالإضافة لتكريم بعض من مدراء المدارس هلا ما رح نذكر أسامي لحتى نتركها شوي سيربريز للحفلة، كلمة رئيس المجلس البلدي أستاذ جان الأسمر، وختامها رح بيكون مع نجم فارس كرم. أها فإذا السهرة طولة صباحية صباحية صحيح سهرة وعمرانة. طويلة وعمرانة أكيد وفنية عامرة بوجود الفنانين وبوجود كمان أشخاص أنتم بقلب الحزمية بتحبون وبتقدرون لنشاطاتهم مزبوط. يعني بيكون نوع من التقدير لهم هيك بنص الصيفية بعد جهد كل السنة، وهيك بيكون هالمهرجان ما عم يجمع بس الناحية الفنية، وإنما مثل ما مدام دعيبس اختارت للجنة لجنة الثقافة والمهرجانات، هيك بيكون عم يجمع الشقين، الثقافة بنكرم وجوه فنية واجتماعية وثقافية عاملة ضمن نطاق البلدة، بالإضافة للشق الفني والترفيهي اللي هو موجه لكل العالم وتحديدا أبناء الحزمية لنوطد العلاقة والتواصل نحن وياهم. كتتويج لكل النشاطات اللي بنقوم فيها على مدار السنه، وبنرتاح شوي بنبلش للسنه الجايه. المهرجان دائما يقام بشهر تموز، يعني بيكون بهالفتره هي صحيح بهالفتره من السنه، اجمالا عم بيكون باوائل الصيفيه يعني بشهر تموز. بشهر تموز، طب اكيد بعرف انه البلديه هلا بتبلشوا تشتغلوا من شهر شباط للمهرجان مش من هلا يعني اشهر طويله تحضيرا لهالليله تكون ليله على المستوى المطلوب وعلى مستوى بلديه الحزميه طبعاً. وكمان مجله الشبكه يلي مش رح يقبلوا انه يكون في ثغرات اي هفوه ممنوعه 100%. بس بنفس الوقت انتم عم بتحضروا للمهرجان بيكون في نشاطات ثانيه اكيد كمان أكيد. بالبلديه عم بتحضروها، شو اول نشاط ما بعد هالمهرجان؟ لانه هلا خلص يعني صارت اللمسات الاخيره، اكيد بلشتوا تفكروا بخطوه جديده. اكيد نحن اولريدي بلشنا نحضر لتوعيه بالنسبه للمخدرات
مشروع مهم كمان اكيد للمخدرات مع ناس اخصائيين بدهم يجوا، مش بس بيجوا بيحكوا لا في عندنا مشكله بدنا نشوف كيف بدنا نحل هالمشكله. وبعدين بعد شي جمعتين في عندنا لا للعنف ضد المرأة وضد الطفل. ضد الطفل كمان في وركشوب مع بلديات المجاورة وبنطلع بتمني انه شو الطريقة شو احسن طريقة تنقدر نحل هالمشاكل اللي بينوا بكثرة بهالموسم عم بيزيد. هلا يمكن كمان الشيء الاقرب هو افتتاح القصر البلدي اللي هو حلم كل ابناء الحزميه والمجلس البلدي الحالي. قريبا رح يتم افتتاح القصر البلدي واللي بضم قاعات متنوعه بالاضافه لسال دو كونفرنس قاعه مؤتمرات كثير مهمه، فهالنشاطات اللي حكيت عنهم مدام دايما يعني مشان هيك حتعيشوا هيك صحيح المجلس البلدي الجديد اكيد يعني بيكون في عندنا هالنشاطات اللي حكيت عنهم مدام دايبس وغيره اكيد بيكونوا صاروا بمطرح واحد يلي هو بالقصر البلدي. منشان هيك عم نحضر حالنا لمجموعة أكبر من النشاطات من السنين اللي ماضية. يعطيكم ألف عافية بالمجلس البلدي من خلالك، تحياتنا لألهم كلهم وعلى رأسهم الرئيس جان أسمر، وكمان كمسؤول إعلامي بالبلدية نوجه لك تحية كبيرة روي. موفقين بالمهرجان إذن، موعدنا ب 19 الشهر بيكون يوم خميس الساعة 8:30 بالليل، والحفلة كمان مع فنانين منحبون، والبانويات على الطرقات مثل ما شفنا على الكاميرا ما بتخلي حدا يضيع أبدا، وكل أكيد. الناس مدعوة بشكل مجاني أنها تشارك. صحيح. أهلا وسهلا بالجميع. الخميس 19 تموز ملعب دير الأباء المختاريست وسط الحزمية، والفنانين حكينا عنهم فارس كرم رولا سعد موسى ومجموعة كبيرة أيضا من الفنانين اللامعين والمميزين. تحياتنا لكم وتحية مرة جديدة لمجلة الشبكة وسيدة إلهام فريحة وتوني خوري كمان لجهودهم كتير كبيرة بهالمهرجان وكمان هن بعملهم بالصحافة. أهلا وسهلا فيكم. مرسي. أهلا. ومشاهدينا منتابع نحن وياكم عيون بيروت مباشرة بعد الفاصل الإعلاني. بتنضم لإلي ليليان وبتنضم لإلنا المغنية الأوبرالية اللي حصلت على أهم صوت أوبرالي بالعالم لعام 2011 غرازيلا سيف.